أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن حملة تراحم التي انطلقت بتوجيهات القيادة الرشيدة شهدت تجاوبا كبيرا ومشاركة مجتمعية قوية طوال أيام الحملة من جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد في الدولة. جاء ذلك خلال ترأس سموه بقصر النخيل مساء اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة للعام 2015. وقال سموه إن إطلاق القيادة الحكيمة لدولة الإمارات لحملة تراحم لإغاثة مليون لاجئ ومتضرر من برد الشتاء في بلاد الشام تعكس رقي القيم الإنسانية لدولة الإمارات قيادة وشعبا ومدى إحساس قيادة الدولة الحكيمة بمعاناة الشعوب على مستوى العالم ومسارعتها إلى نجدتها. وطالب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مجلس الإدارة بتفعيل دور الهيئة أكثر على الساحة المحلية وتلبية احتياجات في المجالات كافة، ووجه بتعزيز البرامج التي تستهدف الأسر المتعففة وأصحاب الحاجات وتوفر مستلزماتها المعيشية الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من أوجه الدعم والمساندة التي تحتاجها تلك الشرائح التي تضعها الهيئة نصب عيونها وتتحرك وفقا لمتطلباتها اليومية. وناقش الاجتماع بحضور العديد من المحاور التي تعزز مسيرة الهيئة مستقبلا وتفعيل آلياتها للنهوض بال العمل الإنساني إلى آفاق أرحب وترقية مجالاتها المختلفة.